السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولادي وبناتي أبطال وشطورات الصف الثالث ثانوي. هنحل مع بعض النهاردة Exercise 10، درس الديترمينانت. وإحنا بنحل في درس الديترمينانت، إحنا عارفين في عندي Properties، والبروبرتيز بنبدأ نشتغل فيها. فأنا مش هتكلم على أي Property، أنا هشرح كل حاجة هتقابلني في الإكسرسايز. لما أجي أستخدم Property معينة هقولها وبعدين نشتغل عليها بشكل مباشر، يعني مفيش سمري للدرس. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع أول سؤال. بيقول لي هنا ساين كوساين وكوساين ونيجاتيف ساين. طبعا أنا عارف إن الفاليو بتاعت السكوير ديترمينانت، ده اسمه سكوير ديترمينانت، هي إيكوالز ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده تايم. ساين إكس تايمز نيجاتيف ساين إكس بنيجاتيف ساين باور 2 إكس. ماينس ده تايمز ده يبقى نيجاتيف كوساين باور 2 إكس. في حد جميل قاعد قال لي طب ما تيجي ناخد نيجاتيف كومن فاكتور بره ونخلي دي بوزيتيف ودي بوزيتيف. ليه؟ علشان ساين باور 2 بلس الكوساين باور 2 نقدر نشيلها خالص ونقول ان هي ايكوالز كام؟ 1. يبقى الريزلت نيجاتيف 1. السؤال اللي بعده اللي هو كويستشن 2 برضه نفس الكلام، سكوير ديترمينانت، وهيبدا يشتغل على الاي. فهنقول اوميجا تايمز اوميجا باوميجا باور 2 ماينس اي تايمز اي باي باور 2. طبعا انت شاطر وجميل وعارف ان الاوميجا باور 2 بتفضل اوميجا باور 2، لكن نيجاتيف اي باور 2 انا قلت لك ان الاي باور 2 بتشيلها وتغير الساين، فلما اشيلها واغير الساين هتبقى بلس 1. ليه؟ لان النيجاتيف اي باور 2 هي نيجاتيف نيجاتيف 1 صح. طب اوميجا باور 2 بلس 1 الكلام الجميل ده ايكوالز كام؟ طبعا انا قلت ان الصم بتاع اي 2 من الكيوبيك روتس اوف يونيتي ايكوال نيجاتيف الثالث، يبقى نيجاتيف اوميجا على طول اللي هو الاختيار بي. فاللي بعده question 3 بيقول x والكلام ده plus ده equals 32، يبقى الاكس بكام؟ بص يا جميل انت هتعمل equation. طيب كيف سوف نصنع هذه الاكويجن؟ اول حاجة هتقول لي ده x times x بx power 2 minus 1 times 1 ب 1 plus 5 times 3 ب 15 minus، يبقى plus فيها عندي هنا minus، و 7 times negative 2 يبقى negative 14 يعني plus. طيب الكلام ده equals كام؟ equals 32. طب ما تيجي نرتب الدنيا. يلا يا جميل ادي x power 2 minus 1 plus 15 وهنا minus negative تبقى plus 14، يعني 29 minus 1 ب 28. شيل ال 28 دي كلها وديها هناك ب negative 28، فهتبقى 32 minus 28 ب 4 صح. يعني من الاخر ال x equals positive negative 2 اللي هو الاختيار B. شوف السؤال اللي بعده. انت عندك هنا يا جميل الملامح determinant of third degree. طبعا انت عارف الطريقة بتاعت الكالكيوليتر، مفيش مشكلة انا هقولها لك دلوقتي او هشوف لك تقريبا. انا كنت عامل فيديو عن الديترمينانت، لا خليني اقولها دلوقتي عشان اضمن بدل ما نروح ندور على فيديو ما يطلع مفيش واضطر اعمل فيديو تاني. ولكن انت لو حليت بدماغك على فكرة هتبقى اسرع. في حاجة اسمها البوزيشن ساين. مين هي البوزيشن ساين؟ يعني انا لو اخترت أول رو أو أول كولوم أو سكند رو أو ثيرد كولوم أو أي حاجة، الإليمنتس دول اللي أنا عملت عليهم السيركلز في البوزيشن ساين، قلنا إن دول بيتغير مين؟ بتتغير الساين بتاعتهم في الدياجونال أو في سوري في الرو أو الكولوم اللي أنا بشتغل بيه بس. طب أنا هشتغل بالفيرست رو، يبقى أنا هشيل السيركلز التلاتة التانيين دول لأني مش هحتاجهم صح؟ أنا شلت كل حاجة. يلا مش مشكلة. هنا بقى هنبدأ نفك بالفيرست رو، يبقى أنا هقول له 3 تايمز حاجة ماينس 5. ليه ماينس 5 يا مستر؟ ما أنت قلت إنك هتغير دي قلب المستر بلس 3 تايمز حاجة. بعد كده يا جميل الملامح هتعمل إيه؟ هتفك تبدأ أخدت ال 3 يبقى هتكنسل الرو مع الكولوم. طب كنسلنا الرو مع الكولوم بتوع ال 3 يبقى على طول بقى إيه؟ 8 تايمز 7 ب 56 ماينس 4 تايمز 2 ب 8. انا بتكلم بتكلم بالتفصيل عشان بعد كده مش هعمل كده. طيب وهنا 5 يبقى لما نيجي نشتغل على ال 5 هنكنسل بقى كل حاجه هنا ونرجع نعمل هنكنسل الرو والكولوم اللي فيه ال 5. فضل ايه؟ 4 و4 و7 و7. 4 تايمز 7 ب 28 ماينس 4 تايمز 7 برضه ب 28. شكرا. بعد كده يا جميل هتروح تشيل ده كله تاني وتبدا تشتغل بشكل جميل. طبعا انت لو وصلت لمرحله الالجبرا ومش بتعرف تفك الديترمينانت ده هقول لك اتس مش كويس، المفروض انك ترجع تراجع لانك خدت الكلام ده فين؟ في السوليد جيومتري وفي الستاتكس كتير جدا، وكمان يمكن يكون في الكالكولس. هناخد 4 و8 و7 و2 يعني 4 تايمز 2 ب 8 و8 تايمز 7 بنيجاتيف 56.
هذا الكلام الجميل equals A، هتشيل الكلام ده لأن ده negative 5 times 0 خلاص خلص. حد لاحظ حاجة؟ أو أنا لاحظت حاجة مهمة جدا، بتقول إن دي عبارة عن 3 times، طيب 56 minus 8 بكام يا جميل؟ ب 48، ودي plus و 3 times 8 minus 56، دي 56 على فكرة صح؟ هي كانت 8 times 7 56، مش تكتبه كويس؟ ده بـ negative 48، يا نهار أبيض على الجمال، ده طلع بكام؟ طلع بزيرو. طيب يبقى الاختيار إيه هو الاختيار الصحيح؟ أنا قلت إن أنا هعلمك إزاي تجيب الكلام ده بالكالكيوليتر، صح؟ ما رجعتش في كلامي، آدي يا جميل الملامح الكالكيوليتر، هكتب الـ determinant، هكتب أول حاجة هختار mode، وبعدين هختار matrix اللي هي number 6، وبعدين هختار matrix A، طبعًا براحتك تختار A B C، اختار دايمًا A. والاوردر بتاع الماتريكس ده 3 باي 3، يبقى انا هختار ماتريكس A اللي هي في اوردر 3 باي 3، يبقى اختار 1. وبعدين دخل لي الفاليوز اللي هي 3 5 6 سوري دي 3 4 8 4 ادي 4 8 4 7 2 7 يبقى ادي 7 2 7 خلاص تمام AC، وبعدين تعمل شيفت وتختار نمبر كام؟ نمبر 4 اللي هي برضو مكتوب عليها ماتريكس، هتختار ديت اللي هي ديترمينانت نمبر 7، وبعدين تعمل شيفت 4 كمان مره وتختار ماتريكس انت كنت مسميها ايه، ماتريكس A اللي هي نمبر 3، وايكوالز هيطلع لي الفاليو اللي هي كام، اللي هي 0. ده بس علشان انت تبقى فاهم وعارف انت بتعمل ايه يا جميل. طيب يلا خلاص مع السلامه يا كالكليتور، نرجع للي بعده. هنا بيقول لي 3 1 و 2 4 0 5 و 5 و 3 و 7 equals ده بلس حاجه، لازم بقى تركز على حاجه مهمه جدا. ما دام ده بلس يبقى دي البروبرتي اللي فيها الادينج اوف تو ماتريسز، وعلشان سوري تو ديترمينانتس، وعشان اعمل ادينج لتو ديترمينانتس يبقى لازم يكون في يا اما تو روز او تو كولمز مشتركين بينهم، صح؟ ادي 2 و 5 و 7 و 2 و 5 و 7، يبقى في الادينج هتبقى 2 و 5 و 7 كده زي ما هي، ادي 2 و 5 و 7. عندك ايه تاني؟ 1 و 03 وادي 1 و 03 ادي 1 و 03 وادي 1 و 03 يبقى 1 و 03 خلاص. هنا بقى عندك ايه؟ 3 دي هي عباره عن 1 بلس كام؟ بلس 2، وال 4 دي عباره عن 1 بلس كام؟ بلس 3، وال 5 دي عباره عن 1 بلس كام؟ بلس 4. بس كده يا جميل؟ بس كده يا جميل. يبقى هنروح ندور في الاختيارات على الكلام ده، 2 و 3 و 4 2 و 3 و 4 1 و 03 و 2 5 7، يبقى برضو هو الاختيار A. هنشوف question number 6، هنا بيقول لي ان دي equals حاجة times. طيب عايزك تركز بقى علشان هنا هناخد property تانية. طبعا property دي لو انت عايزني اتكلم لك عنها بالتفصيل الاولانية اللي احنا سبناها، انا لو عندي two matrices هنا A و B و C وهنا D و E و F plus matrix تانية A و B و C ودي وإي وإف، السمشن بتاعهم علشان ينفع يتعمل ادينج لازم يكون فيه تو روز او تو كولمز في نفس البوزيشن والاثنين قد بعض، يبقى ده زي ده وده زي ده. طب لو البوزيشن مختلف هغير الرو بالرو، يعني مثلا لو الدي والإي والإف كانوا هنا هغيرهم هجيبهم هنا واخليها بالإيه؟ النيجاتيف. طب وبعدين والباقي؟ هتقول لي 7 و 3 و 1 و 4 و 1 و 5. طبعا لما تيجي تعمل ادينج هتطلع الريزلت هتبقى A و B و C ودي D و E و F، وبعدين تعمل adding 7 plus 4 ب 11 3 plus 1 4 و 1 plus 5 6. كده فهمت؟ يعني انت بتدور على اي 2 rows او اي 2 columns equals بعض بتثبتهم وتعمل adding للرو او الكولوم الثالث اللي تبقى. السؤال ده بيقول ايه؟ ده بيتكلم على ان ده determinant وده determinant times، بس خلاص ما دام times يبقى times number. طيب عايزين نشوف ايه الكومن فاكتور اللي اتاخد من الديترمينانت بتاعي. اولا انا عندي هنا 1 وهنا 4 وهنا 8 وهنا 2 وهنا 12 وهنا 3، فواضح جدا ان انا عملت اول كولوم تايمز 4. طيب في حاجه تاني؟ نشوف الباقي، ادي 3 و 3 و 10 ودي 6 و 6 و 20، واضح جدا برضو ان انا عملت ده تايمز 2، 2 تايمز 3 و 2 تايمز 3 و 2 تايمز 10. وهنا 8 و2 و4 و10 وادي 4 1، يبقى ده برضه تايمز 2. فانت يا جميل الملامح لما تبص هتلاقي عندك تايمز 4 تايمز 2 تايمز 2 يعني تايمز 16، يبقى الاختيار دي هو الاختيار اللذيذ.
تعالى بقى قبل ما نروح على السؤال اللي بعده نقول ايه الفكرة او ايه الرول اللي احنا بنستخدمها هنا. انت طبعا اكيد كحد شاطر عارف ان لو عندك determinant وليكن هو انا مش هقعد اكتب بقى، لو خدت ال determinant ده وعملت له تايمز 3 يبقى ال 3 دي هعملها يا تايمز يا اما رو واحد يا اما كولوم واحد. فانا ممكن اعملها تبقى تايمز مثلا first row تبقى 6 و3 و6 وادي 2 و0 و5 و3 و3 و7. يا سلام، يعني مفيش حاجة اتغيرت؟ لا مفيش حاجة اتغيرت غير هو الفيرست رو. وبالتالي لما بتيجي تاخد كومن فاكتور انت بتاخد كومن فاكتور من كل رو او كل كولوم على حذا، بس ما ينفعش مثلا ناخد كومن فاكتور من هنا وارجع اخد كومن فاكتور من هنا، ده اسمه ايه؟ عكه يا عكو. المفروض ان انت تعمل ايه؟ بتاخد كومن فاكتورز يا اما من روز يا اما من كولومز. فانا يا اما اخد كومن فاكتور من الروز دول، من الرو ده والرو ده والرو ده، او الكولوم ده والكولوم ده والكولوم. نروح للسؤال اللي بعده على طول اللي هو question number 7. هنا بيقول لي which of the following determinant not equal 0، مين من دول اللي مش equal 0؟ تعالى بقى نشرح شوية properties كتير على الأسئلة اللي عندنا وإحنا بنجاوب علشان نطمئن إن إحنا الدنيا تمام بالنسبة لنا. هنا 1 2 3 و 2 4 6 و 3 5 5. خد بالك؟ أنا خد بالي إنه ده قد ده مرتين وده قد ده مرتين وده قد ده مرتين، بمعنى 1 over 2 بهاف و 2 over 4 بهاف و 3 over 6 بهاف، يبقى الـ elements بتوع الـ first row والـ second row proportion، ده على ده equal ده على ده equal ده على ده، يبقى ده بزيرو، يبقى ده شكرا بزيرو. طب هنا في رو كامل بزيروز يبقى ده برضو شكرا بزيرو، لأن أنا قلت لو في رو كامل بزيرو يبقى زيرو، لو في 2 rows أو 2 columns equal يبقى زيرو، لو في 2 rows أو 2 columns proportion يبقى برضو زيرو. طب تعالى نشوف الأخير، ده بيقول لي 1 و 0 و 0 وهنا 1 3 و 2 ونيجاتيف 1 و 5 ونيجاتيف 4 و 2. انا خدت بالي من حاجه ان ده تايمز نيجاتيف 2 هيديني ده، وده تايمز نيجاتيف 2 هيديني ده، وده تايمز نيجاتيف 2 هيفضل 0 زي ما هو. يبقى يا جميل الملامح 0 اوفر 0 ب 0 صح؟ نيجاتيف 1 اوفر 2 0 اوفر 0 انسبسفايد، سوري ما تقولش كده، 0 اوفر 0 انسبسفايد، ونيجاتيف 1 اوفر 2 بنيجاتيف هاف، و2 اوفر نيجاتيف 4 بنيجاتيف هاف. واحد يقول لي طب ثواني بقى دلوقتي علشان البروبرتي دي ما اتحققتش اللي انت قلتها من شويه، ليه؟ علشان انا قلت ان هما بروبورشن. يا سيدي خلاص انا رجعت في كلامي، هما مش بروبورشن، هي المفروض ان انا لو اخدت كومن فاكتور من حد فيهم هيبقى ايكوالز الثاني. يعني انا لو اخدت كومن فاكتور من هنا نيجاتيف 2 ينفع؟ ده ديفايد نيجاتيف 2 هيبقى 0، وده ديفايد نيجاتيف 2 هيديني نيجاتيف 1، ده ديفايد نيجاتيف 2 هيديني كام؟ يبقى دي برضو إذا ربنا أراد إيكوال زيرو يبقى الوحيدة اللي مش إيكوال زيرو هي مين؟ الاختيار دي. يعني نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question number 8. إيش عم يحكي؟ هنا 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. طبعا دي هنسميها إيه؟ أنس رول. النهاردة أنس هو إحنا بنجاوب كان شاطر وقال إن في حاجة اي نمبرز ورا بعض، شوف دايما انت لما بتشغل دماغك كطالب بتوصل الفكره، لما يبقى في اي ديترمينانت الله خلقه الاليمنتس بتوعه ورا بعض، يعني 24 25 26 27 28 29 30 31 32، على طول ده هيكون بكام يا جميل؟ بزيرو. طب هتقول لي ليه؟ هقول لك بس بالراحه، انت ممكن تثبت اول رو اول كولوم ادي 24 و27 و30 وتعمل ده ماينس ده 25، لان انا في عندي رول بتقول ان انا ممكن اعمل اي كولوم ماينس اي كولوم او اي رو ماينس اي رو عادي ما تغيرش حاجه، فهعمل كولوم 2 ماينس كولوم 1، 25 ماينس 24 ب 1 وده ب 1 وده ب 1، دي ماينس دي ودي ماينس دي. نفس الكلام لو عملت ده ماينس مين؟ ماينس ده 26 ماينس 24 ب 2 اللي هي كولوم 3 ماينس كولوم 1. طيب هتعمل 29 minus 27 ب 2 و 32 minus 30 ب 2. يا سلام، يبقى ده بكام يا جميل؟ ب 0. ليه؟ لان دول proportion، او لان ده over ده equal ده over ده equal ده over ده، او لان لو اخدت common factor من هنا 2 هيبقى ده كله 1s، فبالتالي الريزلت 0. زي ما تحب تشوف الاجابه شوفها. هنا بنتكلم في question number 9 على سؤال بيقول لي ده equals negative 1 times حاجه. طب نيجاتيف 1 المفروض ان ايه اللي يحصل عشان ده يبقى نيجاتيف 1؟ بكل بساطه الديترمينانت لو انا غيرت رو مع رو او كولوم مع كولوم بعكس الساين. مش فاهم يا مستر؟ يعني يا جميل الملامح انت لو مثلا ربنا كرمك ورحت عملت ايه؟ اخذت الاي بي سي و اف دي اي اف
وجي اتش تي. تمام، لو اخدت اي رو او اي كولوم وبدلته مكان اي رو او اي كولوم تاني، مش فاهم ازاي ممكن يحصل الكلام ده؟ عادي جدا، انت ممكن تغير مثلا تعمل ده كده، يعني نغير مثلا الجي والاتش والتي، نغيرها او الرو ده نغيره مكان الرو ده، ينفع؟ ينفع، تبقى جي اتش تي ودي اي بي سي ودي اي اف ثابت كده، لازم احط نيجاتيف. تمام، فانا علشان بس ما ادوخش نفسي انا هبدا ادور في الاجابات هنا على حاجه. اولا انا هستبعد دي وهستبعد دي، لان هو غالبا الشغل هيكون على العادي، ولو ما لقيتش هبدا ارجع ادور فيهم. طب تعالى نشوف هنعمل ايه. هنبدا هنا مع الاولى، ادي اي دي جي، ادي اي دي جي، اي دي جي. طيب ده اي دي جي، وده خلي بالك ان الاي دي جي اللي هو الكولوم بقى رو. طب تعالى نجرب حاجه ثانيه، بي اي اتش، بي اي اتش، وسي اف تي، وسي اف تي، ده ترانسبوز، ده اسمه ايه؟ ترانسبوز، صح؟ ان انا غيرت الرو كولوم والكولوم رو، ده ما بيخليهاش نيجاتيف. طب تعالى نشوف ده، هنا بيقول انه دي اي جي، فين الدي اي جي؟ ركز، انت عندك دي اي جي، واضح ان حصل تغير. حصل ايه؟ اولا لو بصيت هتلاقي ان الدي اي جي دي رو، وهنا الدي والاي والجي في كولوم، يبقى انت اول حاجه يا جميل اعمل لي ترانسبوز. تعال نعمل الترانسبوز ونشوف ايه اللي هيحصل. هتبقى ادي اي بي سي، اخدت اول رو خليته كولوم، تاني رو دي اي اف، ادي دي اي اف، وجي اتش تي، ادي جي اتش تي. الكلام ده حلو، لما تيجي تبص هتلاقي ان ده مش هو، ولكن في حاجه تانية حصلت. ايه هي؟ لو غيرنا الكولوم ده بالكولوم ده ايه اللي هيحصل؟ هتبقى دي اي اف اي بي سي جي اتش تي. حصل ده هو ده ولا لا؟ طب انت لما غيرت يا جميل الملامح، لما غيرت الكولوم مع الكولوم، ايه اللي المفروض يحصل؟ تاخد نيجاتيف كومن فاكتور، يبقى هو ده اللي حصل. يبقى من الاخر، احنا طولنا في السؤال ده بس علشان نشرح البروبرتي، انت من الاخر بتدور على ايه؟ هتدور على ريليشن بين ده وبين دي ودي ودي، مين اللي فيه ريليشن بينهم؟ اكتشفنا ان ده شبه ده بس لو عملنا ترانسبوز. بعد ما عملنا الترانسبوز اكتشفنا ان هو غير كولوم مع كولوم، فبقت الساين ايه؟ نيجاتيف. طب يلا كويشن نمبر 10، هنا بيقول لي ده الفيرست ديترمينانت ايكوالز 12، وده السكند ديترمينانت هيبقى ايكوالز ايه؟ طب ده اي بي سي، دور لي على الاي بي سي هنا، الرو بقى كولوم، دي اي اف بقت دي اي اف، اكس واي زد، اكس واي زد، يعني شكرا، ده هو الترانسبوز بتاع ده، يبقى ده برضه 12، يبقى الاجابه بي. نشوف كويشن نمبر 11، على طول بيقول ايش؟ بيقول يا جميل ملامح، مش راضي يقول ليه؟ ايوه، اين انت يا 11؟ شكرا. بيقول لي اذا كان ده ايكوالز 15، ادي اي بي سي بنفس الطريقه، اي بي سي، تمام، دي اي اف، فين الدي اي اف؟ بقيت الرول اللي تحت والاكس واي زد طلعت الرول اللي فوق، غير تو روز، دي 15 يبقى دي نيجاتيف 15. شكرا، لما بيعمل ترانسبوز ما فيش حاجه بتتغير، لما غير رو مع رو او كولوم مع كولوم بتبقى نيجاتيف. طب افرض غير تغييرين، يعني غير مثلا رو مع رو وبعدين رجع غير كولوم مع كولوم، هتبقى بوزيتيف، لان نيجاتيف ونيجاتيف بوزيتيف. تعال نشوف اللي بعده، هنا بيقول لي الاي بي سي ودي اي اف واكس واي زد ايكوالز 12، عايز يشوف الكلام ده علشان بس نركز وما نضيعش وقت كتير في الحل. احنا محتاجين ما نضيعش وقت كتير في الحل. دور لي كده على الدنيا هنا ماشيه ازاي، هتلاقي انه الزد اكس واي وهنا زد اكس واي، يعني في تغيير. التغيير ده يشمل مين؟ حاجتين، ان اللاست رو بقى الفيرست رو، يعني الار 3 بقى ار 1، وفي نفس الوقت في كولومز اتغيرت. طب يبقى يلا نغير ار 3 وار 1، فهناخد اكس واي وزد فوق، ودي اي وبي وسي تحت، والدي والاي والاف زي ما هم. ادي اول تغيير، ده يخليها ايه؟ نيجاتيف. هل في تغيير تاني؟ لاحظ ان الاكس هي في الفيرست والواي في السكند والزد في الثيرد، يبقى مفيش كولومز هيتغيروا مع بعض. بس نشوف بقى موضوع الروز ده هيبقى عباره عن ايه. انا دلوقتي اخدت ده وغيرته خليتها، لا سوري، ده انا ببص هنا، ببص على التارجت اللي عايز اوصلها. لاحظ ان الزد جت في الاول والاكس جت في الثاني والواي جت في الاخر، يبقى هعمل تغييرين في الروز مره واحده. يلا نعمل تغييرين، والتغييرين دول مش هيغيروا الساين، فهتفضل نيجاتيف. الزد هتيجي في الاول فهتبقى زد اف سي، والاكس هتيجي في النص، يعني اكس دي
A والآخر هيبقى Y E B. حلو الكلام؟ يبقى احنا وصلنا ان الديترمنت ده ايكوال نيجاتيف ده، يبقى ده 12، يعني ده نيجاتيف 12. بس في حاجة عايزك تركز عليها علشان تبقى فاهم التغييرين ازاي. انا بقول ان هو تغيير او اتنين، لو الزد جت مكان الاكس والاكس جت مكان الزد تمام انعم به واكرم، انما لو الزد جت مكان الاكس والواي هي اللي جت مكان الزد والزد والاكس راحت مكان الواي، يبقى انا كده عملت تغييرين. بس انا اختصرتهم في ستيب واحده علشان تتعلم تحل سريعا علشان الوقت في الامتحان. طبعا هنا بيقول لي ده AAA وده CCC، يبقى على طول بزيرو. ايش عرفني؟ علشان لو خدت كومن فاكتور من هنا C هيبقى 1 و 1 و 1، ولو خدت كومن فاكتور من هنا A هيبقى 1 و 1 و 1، هيبقى 2 determinants او 2 rows equal بعض، يبقى خلاص. يبقى اي حاجه ما دام اقدر اخد كومن فاكتور هتبقى من هنا ومن هنا والباقي ده كله هيبقوا قد بعض، يبقى زيرو. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 14. يا جميل الملامح، ماذا يقول؟ بيقول ان ال AB و DA و DAC و DBC و DB و D1 over C و 1 over B و 1 over A. لو انا حبيت اخد كومن فاكتور من الاول هنا مش هينفع ناخد كومن فاكتور، بس لو خدت كومن فاكتور من الاول ده ABC ايه اللي هيحصل؟ لو خدت كومن فاكتور ABC من اول كولوم هيفضل هنا ايه؟ AB على ABC ب 1 over C، وخدت ABC من هنا ABC يعني AC over ABC هيفضل 1 over B، والBC over ABC هيفضل 1 over A. يا سلام على الجبال، طلع الكولوم الأولاني هو الكولوم الثالث، يبقى الإجابة كام يا جميل الملامح؟ 0. Question 15. شوف دايما أنا زي ما بفكر قدامك كده، عايزك تتعلم إزاي تفكر لأن أنت بتدور على الحل الأسرع. هنا بيقول لي أدي ABC و DEF و XYZ وهنا equals 2. الكلام ده equals كام؟ سهلة، هاخد كومن فاكتور من هنا 5 فهيفضل هنا A وD وهنا هيفضل 7X، وهنا B وE وهنا هيفضل 7Y، وهنا C وF وهنا 7Z، وخدت أنا كومن فاكتور كام؟ 5. طب ماذا لو قررنا ناخد كومن فاكتور 7 من هنا وهنا وهنا، وهتبقى تايمز 7 لمرة، ده هيبقى A ABC أدي ABC DEF DEF XYZ XYZ، يبقى ده عبارة عن 7 times 5 times الفاليو دي اللي هي كام؟ 270. من الأسئلة المشهورة ده سكول بوك. أيوه فاكر أنا كده إن هو سكول بوك عشان كان بيجي في الأزهر كتير. هنا بيقول لي A plus B وهنا 5 وهنا C، B plus C وهنا 5 وهنا A، B plus C وهنا 5 وهنا B. لو أنت شاطر وذكي وعبقري وما حصلتش هتفتكر حاجة أنا قلت لك عليها في الشرح، إنك أنت دايما بتدور على إنه لو عملنا ده بلس ده بلس ده وده بلس ده بلس ده وده بلس ده بلس ده لو هيديني نفس الريزلت يبقى دي حاجه جميله جدا، صح؟ صح. او لو عملنا ده بلس ده بلس ده وده بلس ده بلس ده وده بلس ده بلس ده واداني نفس الريزلت هتبقى حاجه جميله جدا. فتيجي نجرب A بلس B بلس 5 بلس C ب A بلس B بلس C بلس 5، صح؟ انا بس رتبت A بلس C بلس 5 بلس A برضه هي هي A بلس B بلس C بلس 5. A plus C plus 5 plus B B plus B plus C plus 5 وهنا 5 و 5 و 5 وهنا C و A و B. دلوقتي يا جميل الملامح لو انت من الديترمنانت بتاعك ده لاحظت، هتلاحظ ان الاليمنت ده هو ده هو ده وده هو ده هو ده، يبقى ده بزيرو. عشان قلت كده لو في 2 rows او 2 columns الاليمنت بتوعهم كلهم equal مش ضروري يكونوا مع بعض، يعني ده 5 5 5 وده 7 و 7 و 7 يبقى زيرو. لكن لو عايز تعرف هي جت منين هقول لك، انك لو اخدت ده كومن فاكتور هيبقى هنا 1 وهنا 1 وهنا 1، لو اخدت ال 5 كومن فاكتور هيفضل 1 و 1 و 1، هيبقى عندي ايه الكومن فاكتور؟ A بلس B بلس 5 بلس C بلس 5 وال 5 تايمز ال 5. بس انا مش محتاج الكلام ده كله لانه ما دام ده 1 وده 1 يبقى ده كله ايه؟ زيرو يا جميل الملامح. question 17 ماذا يقول؟ بيقول انه ال x بلس y وهنا z بلس y وهنا x بلس z، لو لاحظنا ان انا لو عملت ده بلس ده بلس ده هيديني نفس الفكره اللي فاتت x بلس y بلس z بلس 1 وهنا x بلس y بلس z بلس 1 y بلس z بلس 1، صح؟ بعد ما تخلص هتلاقي ان في تحت 1 و 1 و 1 وهنا z و x و y. ايش الفكره الجميله؟
انه ما دام دول التلاتة قد بعض ودول التلاتة قد بعض يبقى ده كله ان شاء الله اذا ربنا اراد بزيرو. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 18. question 18 بيقول لي the solution set. اول حاجه ده اسمه triangular determinant. ليش؟ عشان ده زيرو ده زيرو ده زيرو، والكلام ده احنا درسناه في السوليد جيومتري جالنا قبل كده وفي الستاتكس. يبقى هتروح قايل انه ما دام ده triangular determinant يبقى الفاليو بتاعته equal ده تايمز ده تايمز ده، اللي هي x power 3 minus ال 8 equal 0. يبقى ال x power 3 equals كام؟ equals 8. وهنا هتحصل تركايه شديده جدا. هو بيقول لي السوليوشن سيت ان r، يبقى السوليوشن سيت بتاعك اللي هو ايه؟ ال x cubic root لل 8 اللي هي ب 2. فالاجابه 2. خلاص انا موافق. امال انت زعلان ليه؟ هقول لك ليه زعلان. علشان لو قال solution set in secant هتختلف، ما كانتش هتبقى 2، كانت هتبقى 2 و2 اوميجا و2 اوميجا باور 2. والكلام ده بيحصل في الامتحانات، بيجيب السؤال ده مره كده ومره يجيبه in C. The solution set of the equation، ومديني equation. جميله دي ولا مش جميله؟ جميله. هنا A plus، هو انت مش محتاج تعمل اي حاجه لان ده triangular determinant جاهز. يبقى ده تايمز ده تايمز ده، اللي هي A plus 1 في a minus 1 في 7 equals 21. جميل. طب ما تشيل دي مع دي، divide 7 هتبقى هنا 3. ال a plus 1 في a minus 1 ده عبارة عن a power 2 minus 1، صح؟ اللي هو difference between two squares equals 3. يبقى ال a power 2 equals 4، عشان negative 1 هتروح هناك تبقى 1. يبقى ال a equals positive negative 4 sorry root 4 اللي هي equal positive negative 2. كان positive negative 2 اللي هو الاختيار a. هنشوف السؤال اللي بعده على طول اللي هو question number 20. هنا the solution set of the equation، برضو نفس الكلام ده times ده times ده، اللي هي عبارة عن x plus 3 في x plus 2 في x equals كام يا جميل؟ equals 0. يبقى solution set من هنا هتاخد 0، من هنا هيطلع بنيجاتيف 3، ومن هنا هيطلع نيجاتيف 2. يبقى 0 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 اللي هو الاختيار دي. نشوف السؤال اللي بعده على طول اللي هو question 21. الاكسرسايز حلو وجميل وما فيهوش مشاكل. ده كده مش triangular determinant، ده كده مش triangular determinant، صح؟ صح. طيب بما ان هو مش triangular determinant انا اقدر اعمل فيه حاجه اخليه triangular determinant؟ ايوه ممكن. طيب هنعمل ايه علشان نقول، او حتى مش محتاج اشتغل بالtriangular determinant، عشان عندي two elements zero يبقى هفك بالelement ده. ده في البوزيشن ساين بيتغير ولا لا؟ ما بيتغيرش، اللي بيتغيره ده وده وده وده، صح؟ يبقى هروح قايله 5 تايمز اهو 5 وكنسلنا ده مع ده. فضل عندك ايه يا جميل؟ 2 تايمز اكس 2x ماينس 5 تايمز 4 ب 20 ده ايكوال 0. ال 5 راحت، يبقى 2x ايكوالز 20. يعني الاكس ايكوالز كام يا جميل؟ 10. نشوف كويشن 22. هنا بيقول لي الديترمينانت ده ايكوالز كام؟ مش ملاحظ حاجه؟ انا ملاحظ حاجه. انت خدت بالك من ايه؟ انك لو عملت ادنج ده بلس ده بلس ده هيدي لك ايه؟ 1 بلس اوميجا بلس اوميجا باور 2 بزيرو. اوميجا بلس اوميجا باور 2 بلس 1 بزيرو. اوميجا باور 2 بلس 1 بلس اوميجا بزيرو. ما دام في رو كامل كله زيروز يبقى الفاليو زيرو يا جميل الملامح. السؤال اللي بعده اللي هو كويستشن 23. هنا بيقول لي ان الكلام ده ايكوالز 15. طب الكلام ده ايكوالز ايه؟ والله ما ادري. طب تعالى نركز كده علشان الدنيا تبقى سهله معانا. لاحظ يا جميل ان انت عندك مشكله. عندك ايه؟ عندك هنا a minus 5 دي، وعندك هنا دي، وعندك x plus 2 دي. طب هو ماذا يعني هذا؟ هو انا مش ممكن لو خدت اللي هو الديترمينانت الاساسي ده وقلت لك رو 1 ماينس 5 رو 2 يديني الكلام ده اللي فوق، يعني a ماينس 5 تايمز ده اللي هي a ماينس 5 دي، وبعدين b ماينس 5 e، وبعدين c ماينس 5 e. حاضر، انت يعني في ايه اهو؟ طيب ده نثبته اهو، دي و e و f. على فكره انا بحاول اربط من بين هنا وهنا، مش بنجم. الأخير ده x و y و z، وهنا x plus 2 دي، يعني عمل أخد ده plus 2 times ده، فهقول لك هعمل r 3 plus 2 r 2. يجوز؟ يجوز. تبقى x plus 2 دي و y plus 2 e و z plus 2 f. يا نهار أبيض. يبقى ده هو الأولاني، يعني ده ب 15.
طب ليه اللف ده كله؟ علشان أدربك على مين؟ على الفكرة بتاعت الـ Property. هنا بقى يا جميل الملامح عندك question 24. قول الـ X والـ Y والـ Z ودي A و B و C ودي 2 و negative 1 و 8 equals 10. 2A to B to C X Y Z و 4 و negative 2 و 16. لاحظ حاجة؟ ملاحظ إن أنا لو أخدت من هنا common factor 2 هيبقى ده هو ده. فآدي أهو وآدي common factor 2. هيفضل عندي هنا 2 و negative 1 و 8. ولاحظ إنك لو أخدت common factor 2 من هنا هيبقى ده هو الكولوم ده. طب ما تيجي ناخد common factor الأول وبعدين نعمل حاجة تانية. آدي common factor التاني. هنا بقى يا جميل أنت هتعمل تغيير صغنطوطي كده. إيه هو؟ انت عندك هنا الاكس والواي والزد كان السكند رو بقى الفيرست رو، يبقى هغيره فهخليه ايه اللي هو الفيرست رو سوري هيبقى السكند رو، هخليه اكس وواي سوري هنا اكس وواي وزد. وهنا ايه يا جميل؟ هنا بقى عندك الاي والبي والسي طلعوا فوق، ادي اي وبي وسي. دلوقتي ايه علاقه ده بده؟ الاثنين دول ايكوالز، يعني ده هو ده صح ولا لا؟ ايوه، يبقى انت هتاخد 2 تايمز الكلام ده هنا و 2 تايمز الكلام ده هنا. طيب انا لو عايز اجيب الفاليو، لو عايز اجيب مش هروح اجيب ده احسبه، بس هو مش ده يا جماعه ايكوالز نيجاتيف 10؟ مين بقى شاطر عارف ليه انا بقول نيجاتيف 10 مش 10؟ ليه الديترمينانت ده كده بنيجاتيف 10؟ علشان انا غيرت 2 روز عنده صح؟ يبقى ده 2 تايمز 2 تايمز نيجاتيف 10 بنيجاتيف 40 اللي هو الاختيار مين؟ ايه؟ ركز، قد يبدو الموضوع شائك لكن هو ولا شائك ولا أي حاجة. هنا عندك يا جميل الملامح ماذا يقول؟ هنا بيقول أدي 1 و 1 و 1 وأدي 1 و X بلس 1 و 1 والكلام ده اللي أنت شايفه. هنا بيقول لك الديترمنانت ده إيكوالز كام؟ ده من الديترمنانتس اللي سهل جدا التعامل معاها. إزاي؟ هاخد يا جميل هاخد الفيرست الثيرد رو ماينس الفيرست رو. هقول له R3 ماينس R1. عارف التارجت اللي أنا عايز أوصل له ولا لأ؟ أنت خدت بالك؟ 1 ماينس 1 بزيرو 1 ماينس 1 بزيرو واي بلس 1 ماينس 1 بواي. حاضر. وبرضو انا عايز اخلي دي زيرو، يجوز يجوز. يبقى هناخد السكند رو ماينس الفيرست رو، يبقى ده ماينس ده زيرو وده ماينس ده اكس وده ماينس ده زيرو، وده سيبه زي ما هو ما تزعلنيش معاك. دلوقتي ده كده بقى تراينجلر ديترمينانت ولا لا؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني ده تايمز ده تايمز ده اللي هو باكس واي اللي هي الاجابه سي. يعني ده كان سؤال في امتحان والناس كانت بتجاوب وتقول الدنيا زي الفل. هنا بيقول لي انه 1 و 1 و 1 و 1 و 2 و 3 و A و B و C equals K. طيب عايز الفاليو بتاعت الديترمنانت الجميل اللي هو عامله لوحده ده. تعال نشوف ايه الريليشنز. انت عندك 1 و 1 و 1 ادي 1 و 1 و 1 1 و 2 و 3 ادي 1 و 2 و 3. طب ايه ده؟ ده هنا زود 1 على الA وزود 1 على البي وزود 1 على السي، يعني كأنه من الآخر أخد الديترمنانت ده وراح قايل لك R3 بلس R1. هيديني ده ولا لأ؟ أيوه، يبقى الفاليو هي هي يعني K. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 27. في question 27 بيقول لي the solution set of the equation، يبقى تعمل ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده. 2 sin x cosine x اللي هي 2 sin x cosine x equals minus 1 times 1 ب 1 equals 0. يبقى 2 sin x cosine x equals كام؟ equals 1. يبقى 2 sin x cosine x equals 1. لو انت شاطر وعبقري وما حصلتش هتفتكر ان 2 sin cosine دي هي عباره عن ايه؟ sin 2x. يبقى sin 2x equals 1. طب مين الانجل اللي الساين بتاعها ب 1؟ ال 90 صح؟ مش غيرها. يبقى 2x equals 90، يعني الاكس بكام؟ ب 45 اللي هي باي اوفر 4. بس كده؟ والله بس كده. السؤال اللي بعده اللي هو question 28. 28 ماذا يقول؟ انت عندك هنا the solution set، يبقى ده تايمز ده، ادي absolute x minus 1 تايمز 3 ادي 3 minus 2 تايمز 4 ب 8 equals 7. طب ما تودي دي هناك، يبقى 3 absolute ال x minus 1 equals 15 صح؟ عشان negative 8 هتروح تبقى positive 8. طيب يا جميل تعمل divide 3 ولا لا؟ اعمل divide 3 يعني مالكش نفس، ادي 5. يبقى على طول هقول له ان الـ x minus 1 equals مرة positive ومرة negative كام؟ 5. يبقى مرة x minus 1 equals 5 ومرة x minus 1 equals negative 5.
كل هذا الحكي زي الفل، هتروح تودي لي ده هناك يبقى الـ x equals 6 ودي هناك positive يبقى الـ x equals negative 5 plus 1 negative 4، يعني 6 و negative 4 اللي هو الاختيار مين؟ C. السؤال قبل الأخير اللي هو question 29، ماذا يقول؟ question 29 بيقول negative 2 3 و 0 A1 و negative 2 و 4 و B1 equals to negative 3 و 5. خلي بالك ان هيكون في بارت تاني، في second part في نفس الدرس، يعني ما تروحش تتفرج على الفيديو ده وتقول الحمد لله كده اتعشت وانا ذاكرت الدرس، لا، هتخلص ده السهل وبعدين تسخن كده وتروح تحللي السؤال اللي بعده. في سؤال تاني في تشوز، مش فاكر فيه كتير او لا، بس هو يعني في سؤال تاني في تشوز ان شاء الله ربنا ييسر كده وهيرزقنا بيه. كان تقريبا question number 12، يعني كان number 12، وتقريبا عدد الأسئلة بتاعته هتلاقيها برضو في الحدود دي، يعني 30 أي حاجة، أكتر شوية أقل كتير مش مشكلة. Question 29 بيقول إن ده determinant equals ده plus ده. طب أنا عايز أدور على two rows أو two columns متثبتين عشان أعرف أشتغل، لأن لو ما عرفتش أشتغل كده مش هعرف أجيب الريزلت. لاحظ يا جميل الملامح إن أنت عندك هنا 0 و negative 2 1، أدي 0 و negative 2 1 شكرا. طب في ايه تاني؟ 3 و 1 و 2، وادي 3 و 1 و 2، ايه الجمال ده؟ خلاص لما تيجي تعمل adding يبقى هتقول ان ده بلس ده وهيبقى الريزلت ايكوالز دي، صح؟ هنا 0 و نيجاتيف 2 1 و 3 و 1، ركز احنا عدينا حاجه مهمه جدا، هنشيل ده كله. ده 0 و نيجاتيف 2 1، 0 و نيجاتيف 2 1 شكرا، يبقى ده 0 و نيجاتيف 2 1، الثلاثه دول زي بعض مش محتاج منهم حاجه. 3 و 1 و 2، 3 و 1 و 2 وده 3 و 1 و b، يبقى ال b بكام؟ ب 2، ما هو علشان اعرف اعمل ادنج لازم يبقى الكولوم ده هو الكولوم ده. نعمل بقى ادنج يا جميل، 2 بلس نيجاتيف 4 بنيجاتيف 2، شكرا. نيجاتيف 3 بلس 2 بنيجاتيف 1 اللي هي ايكوالز ال a، يبقى ال a بنيجاتيف 1. انت عايز ايه بقى؟ عايز ال a تايمز ال b اللي هي نيجاتيف 1 تايمز 2 بنيجاتيف 2 اللي هو الاختيار مين يا جميل؟ اختيار b. اخر سؤال في الفيديو برجع اكد عليك، ما تسيبش الجزء الثاني، لازم بعد ما تخلص هتلاقي الجزء الثاني نزل على طول بعده، هيبقى الفرق بينهم وقت ضئيل. question 30 السؤال الاخير بيقول لي negative 1 و a و b و 4 و 2 و c و 0 و 5 و 3 equals negative 6 which of the following is true. اول واحده بيقول ان ال a equals b equals c، تعالوا نجرب. هنا لو قلنا ان ال A equals B equals C equals 0، سوري يعني ده 0 وده 0 وده 0، فده معنى ان ده triangular determinant، يعني ده times ده times ده equal the value of determinant negative 1 times 2 times 3 negative 6، خلاص it's okay، يبقى الأولى صح. طب هروح اختار دي نشوف هل هي موجودة في اختيارات تانية؟ C. فأنا لو كانت ال 2 صح يبقى هختار C، لو كانت ال 2 مش صح يبقى هختار A، وخلص السؤال على كده. طب تعالوا نجرب. 2 بيقول لي ان 12a equals 5c plus ده 12a equals 5c plus 20b. طب تعالى نشوف هل الكلام ده صح ولا لا. احنا اول حاجه الديترمينانت اللي قدامنا ده انا لو قعدت اعمل سبستيتيوت ان دي 12a equals 5c plus 20b مش عارف هقدر اعمل ايه يعني، او ايه اللي هيوصلني للحل. بس انا عايز اعمل حاجه، انا عايز اخلص يا اما من ال5 يا اما من ال4 علشان يبقى عندي 2 zeros وافك بالاليمنت الثالث، نعمل expanding على طول. يعني ال5 طبعا مش هعرف اخلص منها لان مش هعرف اشيل منها لا ده ولا ده، ولا اعرف اشيل منها ايه ولا اي حاجه علشان تبقى 0، لكن ال4 حلوه لو عملت لها plus 4 times الرو ده اتحلت المشكله، يبقى r2 plus 4 r1 كده يجوز. يجوز جدا. طب يلا r2 اولا ده 0 و5 و3 وده 4 و2 وc وده هيبقى، لا سوري ده مش 4 و2 c، ده نيجاتيف 1 وa وb وده اللي هيتغير، فهيبقى ايه يا جميل؟ تعالى نشيل ده كله ونشوف الr2 هيبقى ايكوالز كام، مش انا قلت ايكوالز r2 بلس 4 r1، يبقى ده بلس 4 ده تايمز ده 0 وده بلس 4 تايمز ده اللي هو 2 بلس 4a، وهنا عندك ايه يا جميل؟ c plus 4b. ده كده كلام جميل جدا. طيب يلا نعمل expand بالelement اللي هو الكولوم ده، يبقى ده هيبقى negative 1 times، خلي بالك انت هتكنسل ده مع ده وتعمل ده multiply ده، وهنا كده multiply 3 times 2 6
plus 3 times 4a ب12a. جميل جدا. minus 5 times c ب5c. و 5 times 4b ب20b، بس هيبقى minus 20b. حلو الكلام؟ حلو. انت عندك هنا 12a minus 5c minus 20b، وهو قايل ان ال 12a equals دول، يعني ده كله بزيرو، عشان دي كأنها 12a minus 5c plus 20b، صح؟ ما دام الاثنين دول ايكوال يبقى ده كله بزيرو. نيجاتيف 1 تايمز 6 صح، بقى نيجاتيف 6 يبقى صحيحه. يبقى 1 صح و2 صح، يبقى انا على طول هختار الاختيار مين؟ الاختيار C. طيب دي اعمل تجربه بنفس الطريقه هتطلع مش بنيجاتيف 6، واصلا من الاختيارات ما دام 1 صح و2 صح يبقى يا 1 اونلي يا 2 اونلي، يا 1 و2 يبقى هنختار 1 و2. الاختيار ده مستبعد لان ما فيهوش 1، وانا متاكد ان 1 ايه؟ صح. كده خلصنا يا شباب الجزء الأول من الإكسرسايز، وألتقيكم إن شاء الله في question 12 نحل بقية الإكسرسايز بتاعته بسهولة. بس أهم حاجة بالله عليكم تحلوا بإيدكم الدرس ده، مهم جدا، ومهم جدا إنك تحل أسئلة الإسي questions اللي فيه. ليه؟ علشان تبدأ تتدرب للامتحان بشكل أكتر استعدادا. يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.